الآن المحاضرة الثالثة في سلسلة تأسيس الماركسية. تكلمت في المحاضرتين الأولى والثانية من هذه السلسلة تأسيس الماركسية عن مسيرة كارل ماركس الفكرية في محاضرتين. المحاضرة الأولى غطت المرحلة الفلسفية من تطور فكر ماركس بين 1841 حتى 1846، ثم تكلمت عن مرحلة نقد الاقتصاد السياسي من حوالي 1847 إلى مماته عام 1883. الآن المحاضرة الثالثة في هذه السلسلة ستكون حول فريدريش أنجلز، رفيق ماركس المشهور فريدريش أنجلز. طبعا ما أنجلز مهم في حد ذاته، هو ليس مجرد رفيق لماركس، ليس مجرد مساعد لماركس، لا، هو أكثر من ذلك. هو مفكر قائم في ذاته، وهو فيلسوف قائم في ذاته، وكان له إسهاماته الكبيرة المهمة، وأيضا كانت مساعدته لماركس كبيرة جدا وضرورية في الواقع. فإنجلز هو أحد مؤسسي الماركسية. المؤسس الأول كارل ماركس، المؤسس الثاني هو فريدريش أنجلز. طبعا كلاهما ألماني من غربي ألمانيا، منطقة الراينلاند، منطقة الراين. فأنجلز ولد عام 1820 في ألمانيا، يعني كان أصغر من ماركس بسنتين فقط، وتقريبا في منطقة ماركس اللي هي راينلاند. والده كان برجوازيا، صاحب مصنع، صاحب مصانع في ألمانيا وفي مانشستر في إنجلترا، وقد ورث هو عن أبيه هذه المصانع، وبالذات مصنع مانشستر اشتغل فيه، أداره لفترة من الزمن إلى أن غادر مانشستر إلى لندن واستقر هناك بعد وفاة ماركس، لأنه هو الذي قاد الحركة الاشتراكية بعد وفاة ماركس. فريدريش أنجلز كان يتمتع أيضا بحس ساخر، حس ساخر متميز في الواقع. كان أسلوبه أسلوب ينبض حياة، أسلوب قوي، كان أسلوب أدبي قوي لديه، ينبض حياة، كانت روحه النقدية عالية جدا، وأسلوبه الساخر كان ملفت للنظر في الواقع. فهو كاتب من طراز رفيع، يعني فريدريش انجلز، ولو انه لم يدخل المعترك الاكاديمي، ولو انه لم يتعلم، يعني لم ياخذ شهاده جامعيه، ولكنه في الواقع كان في غنى عن ذلك، لان مهاراته الفكريه واللغويه فاقت مهارات اي اكاديمي في الواقع. فبالنسبه اليه الناحيه الاكاديميه لم تكن بهذه الاهميه. لكن هو بلا شك أنه كان كاتب من طراز رفيع، ويشار إليه في النثر الألماني. إذا أخذنا النثر الألماني، طبعا نتكلم مثلا عن مارتن لوثر، نتكلم عن فريدريش نيتشه، وأيضا نتكلم عن فريدريش أنجلز. فأنجلز يعني يشار إليه في الأدب الألماني، وحتى بالإنجليزي كتب كتبا باللغة الإنجليزية أيضا يشار إليها أدبيا. فهو كاتب من طراز رفيع، كان كاتبا ومفكر من طراز رفيع، وتبصراته في بعض الأمور كانت لا تقل عمقا عن تبصرات ماركس، وأحيانا كان يذهب أبعد من ماركس. فهو مهم في حد ذاته، وساهم في تأسيس المادية التاريخية والمادية الجدلية بلا شك. الآن طبعا هو كان معجبا جدا بماركس، وكان متواضعا جدا، يعني دائما كان لا يظهر نفسه مطلقا، وكان يعني فقط يركز على ماركس وعلى إنجازات ماركس، ويقلل من شأن عمله، يعني كان يرفع من شأن ماركس، وماركس طبعا كان يستحق ذلك، ولكنه كان يقلل من شأن نفسه. كان متواضعا جدا، وطبعا كان يساعد رفيقه ماركس. رفيق ماركس يعني عانى الأمرين في خمسينيات القرن التاسع عشر، ولولا معونة إنجلز ربما لانهار الوضع تماما في بيت ماركس. يعني فإنجلز له فضل كبير في عملية التأسيس. طبعا إنجلز مبكرا اهتم بالفلسفة، يعني عام 1842 مثلا
حضر محاضرات لشيلينج. شيلينج اللي هو، لاحظوا في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية كان لدينا الأقطاب الآتية: أولا كانت، فيخته، شيلينج، هيجل، في آخرون أيضا، ولكن هذول الأربعة هم الأساس. فإنجلز صار هيجليا مبكرا، هو عمره 22 21 سنة صار هيجليا. ففي عام 1842 جاء إلى برلين، دعي إلى برلين شيلينج، وكان مسنا، كان مسنا في ذلك الوقت، وألقى محاضرات عن موقفه من هيجل والهيجلية بعد وفاة هيجل ب 11 سنة. هيجل توفي عام 1831، وشيلينج قام بإلقاء هذه المحاضرات في برلين عام 1842. وطبعا كان نقد هيجل بشراسة، يعني بعد وفاة هيجل ب 11 سنة، ولكنه نقده بشراسة وعارضه بشراسة. وحضر هذه المحاضرة، أكثر من محاضرة إنجلز حضرها، وحضرها آخرون من الأقطاب الذين اشتهروا لاحقا مثل باكونين مثلا، وآخرون أيضا. يعني ممكن الواحد يقرأ على النت، أكيد في مصادر، ممكن الواحد يقرأ عن هذه المحاضرات المشهورة وعن الأشخاص اللامعين الذين حضروا هذه المحاضرات. إنجلز منذ البداية انحاز إلى هيجل واعتبر شيلينج رجعيا، وفعلا شيلينج كان لا عقلانيا في بعض نواحيه، يعني حتى يمكن أن نعده أبا اللا عقلانية الألمانية، وأيضا يعني هو انحاز إلى هيجل، كان هيجليا وانحاز إلى هيجل في مجابهة شيلينج، وكتب عدة مقالات ينقد فيها شيلينج وينتصر فيها لهيجل. فهو كان هيجليا، وهو ميز في هيجل مبكرا ما بين ميتافيزيقا هيجل وما بين جدله الديالكتيك، يعني قال إن منهج هيجل منهج ثوري، لكن بناءه الميتافيزيقي رجعي. يعني هو اعتبر البناء الميتافيزيقي لهيجل مثاليا رجعيا، لكنه عدى منهجه ثوريا، المنهج الجدلي عده ثوريا. فميز إذن ما بين هذه القشرة الميتافيزيقية وما بين اللب المنهجي الجدلي مبكرا. الآن طبعا في تلك الفترة ما كان لسه يعرف ماركس، يعني ما كان، يعني هم لأول مرة التقيا أظن عام 1843 في أو 43 في باريس، التقيا لأول مرة ونشأت صداقة حميمة بينهما حتى الممات. المهم بالأمر إنه هو تنبه إلى أهمية الاقتصاد السياسي قبل ماركس. ماركس كان منغمسا في الفلسفة وإلى حد ما في نظرية الدولة، إلى حد كبير نظرية الدولة، ولكنه لم يكن معنيا بالاقتصاد السياسي في ذلك الوقت. يعني حتى 1844 لم يكن ماركس معنيا بالاقتصاد السياسي، ولكن طبعا هو بدأ يتعرف على أهمية الاقتصاد عبر انخراطه في العمل الصحفي في بادئ الأمر، ولكن أكثر من لفت نظره إلى أهمية الاقتصاد السياسي كان إنجلز. إنجلز نشر مقالا عام 1843 حول الاقتصاد السياسي مع تركيزه على بريطانيا التي كانت في مقدمة العالم الرأسمالي آنذاك. فهو ركز على، كتب هذه المقالة المهمة اللي نجد فيها بدايات المشروع الماركسي في نقد الاقتصاد السياسي. طبعا ماركس قرأها وتأثر فيها كثيرا، وهي في الواقع نستطيع أن نقول إنها أثرت عليه في اتجاه السير في هذا المسار، مسار نقد الاقتصاد السياسي. فبدأت تنشأ هذا التعاون الوثيق بين ماركس وإنجلز مذ ذاك. وأيضا عام 1845 نشر إنجلز كتابا ظروف، أو نعم، ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا. كتب طبعا هو من خلال عمله، عبر عمله في المصانع، في مصانع أبيه في مانشستر، تعرف على الطبقة العاملة البريطانية عن كثب، وكتب
عاين بؤسها الشديد، وعاين مشكلاتها، وعاين ثوريتها أيضا، أو إمكانية أن تكون الطبقة الثورية الأولى. يعني عاين ذلك مبكرا عام 1845، كان عمره 23 25 سنة. وفي الواقع مع ذلك كتب هذا الكتاب، كتاب كبير، اللي هي ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا، واللي في الواقع يعني كتب باللغة الإنجليزية، والآن يعد من الأدبيات الكلاسيكية باللغة الإنجليزية، يعني يعد نثرا رفيع المستوى باللغة الإنجليزية. وفي هذا الكتاب يعني بين نمط حياة الطبقة العاملة الإنجليزية ومشكلاتها وبناها التنظيمية إلى آخره، يعني وركز على مأساتها، وركز على معاناة العمال الإنجليز آنذاك. يعني كتاب ينبض في الواقع تعاطفا مع الطبقة العاملة، مع أنه كان برجوازي، لكن ينبض تعاطفا مع الطبقة العاملة. وهذا في الواقع كان يعني من أوائل النصوص الماركسية العمالية بمعنى الكلمة. طبعا بدأ ماركس وإنجلز يكتبان سوية، فأصدرا كتابا مشتركا اللي هو سبق وذكرته، اللي هو العائلة المقدسة في نقد الهيجليين الشباب عام 1845. وطبعا ماركس وإنجلز كانا ساخرين، يعني يستمتع من يقرأهما بأسلوبهما. أولا مفعم بالومضات الأدبية، ومفعم بالأدب، يعني لأنهما كانا يعني قارئين نهمين للأدب. يعني ماركس مثلا عدا كان الكاتب المفضل لديه شيكسبير وغوثا، يعني كبار الأدباء. ماركس كان شغوفا بهما، وأيضا إنجلز، وتأثرا بهذا الأدب العريق، الأدب الكلاسيكي العظيم. ونجد ذلك في أسلوبيهما، أسلوبهما حيوي جدا، مفعم بالحيوية ومفعم بالروح الأدبية في الواقع. ونجد إنه وساخر، يعني كانا ساخرين جدا وناقدين جدا، فيستمتع المرء في بقراءتهما كثيرا. فكتبا هذا الكتاب وكانا منسجمين معا حتى من حيث الأسلوب. ثم كتبا الأيديولوجيا الألمانية في نقد فويرباخ وفي بناء المادية التاريخية. إنجلز إذن كان له دور في بناء المادية التاريخية في كتاب الأيديولوجيا الألمانية، لكن الأيديولوجيا الألمانية لم ينشر، يعني حاول أن ينشره عام 1846، لكن لأسباب متعلقة بالناشر لم يتسنى لهما ذلك. فكانت النتيجة أنه نشر هذا الكتاب بعد موتهما. على أي حال، طبعا ماركس وإنجلز أيضا شاركا، دخلا العصبة الشيوعية قبل 1848، ثم كلفا من جانب العصبة الشيوعية بكتابة المانيفستو العصبة، اللي هو فيما بعد أخذ يعرف بالبيان الشيوعي. إنجلز في بادئ الأمر يعني وضع المسودة الأولى، اللي هي نشرت لاحقا تحت عنوان مبادئ الشيوعية. وهو كتيب في الواقع دقيق، ويساعد كثيرا المرء في فهم الفكر الماركسي. يعني أنصح أي شخص مهتم في الواقع أن يقرأ هذا الكتيب، وهو مليء يعني هو يجيب عن أسئلة كثيرة تراود ذهن المهتم بالماركسية. على أي حال، ثم كتب المانيفستو اللي هو البيان الشيوعي. البيان الشيوعي هو من إنتاجهما، يعني صدر باسم كارل ماركس فريدريش إنجلز، هو ساهم مساهمة أساسية. البيان الشيوعي نص أساسي في الماركسية، وإنجلز شارك فيه بلا شك. ثم انخرطا في ثورة 1848، بالذات في كولون في ألمانيا، وكتبا عدة مقالات في تحليل الأوضاع في ألمانيا وفرنسا، وأيضا في تحليل الحروب التي دارت في أوروبا الوسطى آنذاك. وفي نص مهم لإنجلز اللي هو الثورة المضادة في ألمانيا، نص ممتاز، الثورة والثورة المضادة في ألمانيا.
الآن أنجلز بعدين هاجر ماركس وأنجلز إلى بريطانيا. أنجلز ذهب إلى مانشستر ليدير مصنعه، في حين أن ماركس استقر في لندن وعانى الأمرين في لندن في المنفى لشظف العيش، وساعده أنجلز كثيرا، كان يمده بالمعونة، لأن أنجلز كان مقتدرا، كان يمده بالمعونة المالية، وأيضا أتاح لماركس أن ينشر مقالات مدفوعة الأجر سياسية في مجلة نيويورك تريبيون الأمريكية، فنشر فيها عددا، حتى يظن أنه كثيرا من هذه المقالات كتبها أنجلز باسم ماركس من أجل أن يحصل ماركس على المكافآت يعني، وأرض أيضا مساعدة لماركس. طبعا كان في مراسلات ضخمة بين أنجلز وبين ماركس تحديدا، ولكن أيضا بين ماركس وآخرين، بين أنجلز وآخرين. أما أهم مراسلات هي تلك المراسلات بين أنجلز وماركس، هذه على فكرة مفيدة جدا، حتى تطرق إلى تاريخ منطقتنا، وإلى نشوء مثلا الإسلام، وإلى الحضارة العربية الإسلامية، وتطرق إلى حضارة الهند، يعني تكلم عن الهند، وكثير من هذه المقالات التي نشرت في نيويورك تريبيون كانت في الواقع متعلقة في الصين والهند وغيرها. طبعا هي مجرد مقالات، مش دراسات معمقة مثل كتاب الرأسمال، ولكنها أيضا يعني فيها تبصرات سياسية كبيرة. انجلز هذه طبعا في هاي الاثناء انجلز كان مهتما، يعني ماركس ركز على الاقتصاد السياسي ونقد الاقتصاد السياسي الذي احتاج الى جهود مضنيه منه، يعني كان يقضي الساعات الطويله في مكتبه المتحف البريطاني في لندن في الواقع في دراسته المعمقه للاقتصاد السياسي، لكن انجلز غطى الجانب الذي لم يكن لدى ماركس الوقت الكافي لتغطيته، يعني الجانب التاريخي، الجانب الفلسفي، لاحظوا التاريخي، تاريخي يعني، الفلسفي، الانثروبولوجي، حتى الادبي والعلمي. العلمي بمعنى علوم الطبيعة. فانجلز غطى هذا الجانب الذي لم يكن يعني الوقت لم يكن متاحا لماركس لكي يهتم فيه. فماركس ترك هذا الجانب، يعني كان هناك تقسيم عمل، نقد الاقتصاد السياسي ركز عليه ماركس، وإلى حد ما أيضا التطورات السياسية، وأنجلز ركز على الجانب الآخر، الجانب التاريخي والفلسفي والأنثروبولوجي. طبعا نحن نعلم مثلا أنه اهتم بتاريخ ألمانيا، يعني تساءل لماذا تخلفت ألمانيا وتقدمت بريطانيا وفرنسا مثلا، وعزى ذلك إلى الحروب الطائفية أو الدينية التي نشبت في التي حصلت في القرن السادس عشر مثلا، ثورة الفلاحين وحركة الإصلاح الديني ومارتن لوثر، وبالذات ثورات الفلاحين التي قادها توماس مينسر، كتب عنها أنجلز بطريقة متميزة في الواقع، وبين أن هذه الحروب الأهلية الدينية التي عصفت بألمانيا في القرن السادس عشر بتأثير حركة الإصلاح الديني لكل من مارتن لوثر ومنتسر، منتسر كان شبه اشتراكي في الواقع، يعني هذه الحروب أتعبت ألمانيا، أهلكت ألمانيا في الواقع، يعني دمرت ألمانيا بحيث أنه لم تقم لها قائمة إلا بعد 200 سنة. لذلك بريطانيا وفرنسا سبقتاها بمدة حوالي 200 سنة، يعني حتى فاقت ألمانيا على نفسها في مطلع القرن التاسع عشر، نابليون هو الذي في الواقع أيقظها من سباتها، لكن لمدة 200 عام تأخرت عن بريطانيا وفرنسا بنتيجة هذه الحروب الدامية، الحروب الطائفية الدائمة بين الكاثوليك والبروتستانت وغير، يعني حروب معقدة في الواقع عانت منها ألمانيا، وثورات قمعت إلى آخره، وبالذات ثورة الفلاحين التي قادها توماس مينسر، اللي كان أيضا من المصلحين الدينيين لكنه كان راديكاليا وعلى يسار مارتن لوثر. فهو ناقش إذا تاريخ ألمانيا، كتب عن تاريخ ألمانيا، وكتاباته حتى الآن ممتعة جدا عندما نقرأها،
تحليلات اجتماعية طبقية متميزة في الواقع. وكتب أيضا حتى عن تاريخ المسيحية الأولى، يعني حللها طبقيا، كان هو من أوائل من حلل المسيحية طبقيا، نشوء المسيحية في فلسطين وفي الإمبراطورية الرومانية، وهو حللها في الواقع طبقيا بطريقة متميزة أيضا. وطبعا فيما بعد سكرتيره كارل كاوتسكي في الأممية الثانية، كارل كاوتسكي كان سكرتير أنجلز في الواقع، تأثر بكتابات أنجلز وأكمل كتابة أنجلز عن المسيحية المبكرة في كتابه أسس المسيحية، الذي نشر بعتقد عام 1908، وهو من أهم النصوص الماركسية في تحليل سوسيولوجيا الأديان، يعني وتأثر كثيرا بأنجلز. إذا هذا الجانب غطاه أنجلز، ولكن ظل طبعا يتابع ماركس في عمله في نقد الاقتصاد السياسي، وهو أيضا يعني مثلا لخص المجلد الأول، أعطى ملخصا ممتازا للمجلد الأول لكتاب الرأسمال لكارل ماركس. وممكن أن المرء أن يبدأ بقراءته قبل أن يغوص في أعماق كتاب الرأسمال المجلد الأول لكارل ماركس. طبعا بلاش ننسى أنه علاقته مع كتاب الرأسمال كانت قوية جدا، أنه المجلد الثاني من هذا الكتاب والمجلد الثالث لم يعدا للنشر في باني حياة كارل ماركس، لكن بعد وفاة ماركس ركز أنجلز على هذين الكتابين وحررهما. طبعا وضع جهودا مضنية في تجهيزهما للنشر وفي تحريرهما وفي دراستهما، وأهم شيء تجهيزهما للنشر، فجهزهما للنشر. ففي أثناء حياته في الواقع بعد وفاة ماركس صدر المجلدان، المجلد الثاني والمجلد الثالث لكتاب الرأسمال، وهذا يعني أسدى خدمة كبيرة إلى الحركة الماركسية بهذا العمل المضني. أيضا هو غطى يعني انخرط أيضا في الرد على النقد الذي كان يوجه لماركس وللماركسية. يعني في ذلك الوقت صار في حملة حتى في الأوساط الاشتراكية، يعني تنطع بعض الاشتراكيين لنقد ماركس، ومن دون يعني بطريقة ضحلة، ولكن في الواقع أخذوا على عاتقهم نقد ماركس والماركسية. يعني صار في هناك حملة من الهجوم في الواقع على ماركس والماركسية، فتصدى لهم أنجلز. ماركس لم يكن يعني الوقت ما كان معه كافي لكي يتناولهما ولكي يرد عليه يتناولهم ويرد عليهم، وإنما ترك المسألة لأنجلز، ترك هذه المهمة لأنجلز، فأنجلز تصدى لهذه المحاولات ولهذه الحملات، تصدى لها بفاعلية كبيرة. وبالذات في كان الاشتراكي الألماني ديورينج، هيك اسمه ديورينج، ديورينج مثلا هاجم ماركس، يعني زعم أنه أن لديه شيء عظيم، يعني نظرية عظيمة في الاشتراكية غير عن نظرية ماركس، وأنه يعني شو ماركس بالنسبة له، وصار يعمل دعاية لنفسه وينفخ في حاله إلى آخره. فتصدى له أنجلز، وجد أنه من الضروري أن يتصدى له لأنه تمادى في النقد الضحل، فتمادى. طبعا أنجلز أخذها هاي فرصة لكي يوضح المادية الجدلية والفكر الماركسي. يعني من حسن الحظ أنه ديورينج كتب ذلك، ومن حسن الحظ أنه أنجلز تصدى له. أهمية تصدي أنجلز ليس في تصديه في حد ذاته، وإنما في أنه أتيحت له الفرصة لكي يبلور المادية الجدلية وعلاقتها مع الأمور المختلفة، سواء الفلسفية أو الفكرية العامة. فهو في الواقع هذا، فكتب كتابا اللي هو ضد ديورينج، أنتي ديورينج، اللي هو في الواقع نص فكري فلسفي عميق يوضح فيه الأفكار الرئيسية في المادية الجدلية وفي المادية التاريخية، ولكن بشكل خاص الأفكار الرئيسية في المادية الجدلية، في فلسفة المادية الجدلية. فهو كتاب فلسفي مهم جدا، واستل منه
جزء اكتسب أهمية خاصة اللي هو الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية. فبين فيها انجلز الفرق ما بين اشتراكية ماركس العلمية وما بين الاشتراكية الطوباوية التي سادت قبل ماركس على أيدي أوين وفوريه وسان سيمون وآخرين أيضا. فهو ميز بينها وأعطى يعني في هذا الكتيب أو الكتاب الصغير بين في الواقع أيضا معالم المادية التاريخية بشكل، وحتى معالم نظرية ماركس في الرأسمالية بطريقة عميقة لكن إلى حد ما مبسطة. فهذا عمل مهم. طبعا ماركس هاي يعني نشر بالحياة ماركس هذا الكتاب ضد ديورينج، وماركس يقال إن ماركس كتب بعض فصوله، يعني على أي حال ماركس كان قرأ هذا الكتاب وأيده تماما. من ثم لا نستطيع أن نضع إنجلز في مجابهة ماركس كما يفعل كثيرون اليوم، لا، ماركس كان مطلعا على ما فعله إنجلز وأيد ما فعله إنجلز وساهم أيضا إلى حد ما في كتابة هذا الكتاب. فهو يعبر عن وجهة نظر ماركس وإنجلز في آن واحد، وليس كما حاول أن يبين لاحقا بعض خصوصا في صار حملة في الأوساط اليسارية والبرجوازية في القرن العشرين اللي وضع نوع من الجدار بين ماركس وإنجلز، ويحاولون أن يبخسوا من قيمة إنجلز، يرفعون من شأن ماركس على حساب إنجلز، ولكن هدفهم ربما كان خبيثا، يعني أرادوا بذلك أن ينفذوا إلى قلب الماركسية ويقوضوا أركانها من الداخل ربما، ولكن ما كانوا محقين في الواقع في هذا التمييز بين ماركس وإنجلز، وفي هذا الظلم لإنجلز هذا المفكر الكبير. حاولوا أن يبينوا أنه فلسفيا ضعيف وأنه ضحل بالنسبة إلى ماركس إلى آخره، وهذا ليس صحيحا أنا في رأيي، ولكن هم حاولوا أن يضعوا إسفينا ما بين ماركس وإنجلز. ولكن التاريخ يبين أن هذا الكتاب بالذات قرأه ماركس وأثنى عليه وأيده، لا بل ساهم ربما في كتابة فصل أو فصلين منه. الآن أيضا ما إنجلز عاد إلى جذور الماركسية، كيف نشأت الماركسية؟ وهنا لأنه لسه ما كان الأيديولوجيا الألمانية، ما كانت صادرة، الأيديولوجيا الألمانية ما كانت منشورة، فهو أراد هذيك تلك الفترة المهمة، أراد أن يعيد النظر فيها وأن يلقي الضوء عليها، فكتب كتابا بعنوان فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. لأنه في الواقع لو أنه ربما لو كان صادرا الأيديولوجيا الألمانية لما اهتم إنجلز، لاعتمد على الأيديولوجيا الألمانية، ولكنه رأى أنه لابد أن يسلط الضوء على نشوء الماركسية من قلب الهيجلية والفويرباخية، ولذلك كتب هذا الكتاب، وفعلا كتاب مهم لأنه بين الجذور الهيجلية والفويرباخية للماركسية، ولكن أيضا بين كيف تخطى هو وماركس الهيجلية والفويرباخية في أربعينيات القرن التاسع عشر. فهذا كتاب مهم فلسفي مهم في الواقع. أيضا إنجلز في الواقع بالأممية الأولى لم يكن له هذا الدور الكبير، يعني ما كان له دور كبير، ولكن فيما بعد طبعا هو كان أحد مؤسسي الأممية الثانية، سنأتي على ذكر ذلك بعد قليل. المهم بالأمر أنه إنجلز أيضا كتب كتابا في الأنثروبولوجيا مهم جدا، اللي هو أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. هذا الكتاب بيّن فيه كيف نشأت الملكية الخاصة، كيف نشأت الدولة، وكيف نشأت العائلة. وهون في الواقع بيّن يعني النسويين مثلا يهتمون بهذا الكتاب لأنه مبكرا ألقى الضوء على قضية أساسية، اللي هي قضية منسية كانت في الأوساط الاشتراكية إلى حد ما منسية، اللي هي قضية المرأة وقضية اضطهاد المرأة وقضية استغلال المرأة. فهذه قضية مهمة جدا في الواقع، في بعض المجتمعات ربما تكون القضية الأهم، مثلا مثل المجتمع الأفغاني هي القضية الأهم، والمجتمعات الإسلامية عموما.
ولكن الانجلز في الواقع حللها، يعني اعطانا نظريه. طبعا اعتمد هو على انثروبولوجيين كبار مثل مورغان، واعطانا تبصرات هائله في جذور الملكيه الخاصه وجذور العائله وجذور الدوله، منطلقا من المجتمعات المشاعيه البدائيه والمجتمعات القبليه الى اخره. وكما قلت، يعني قضية المرأة ومسألة المرأة في الماركسية، هو هذا هو النص الأهم في الواقع. هذا النص مهم جدا. أيضا إنجلز في الواقع اهتم طبعا حتى في العلوم العسكرية، له نصوص في غاية الأهمية حتى في العلوم العسكرية، وله أيضا نصوص في غاية الأهمية بالنسبة إلى مثلا مشروعات الإسكان التي كانت جديدة في ذلك الوقت، وفي تبصرات مهمة جدا في هذه النصوص. وهو اهتم كثيرا في تطور علم الطبيعة، تطور الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا وما شابه ذلك. وكتب حتى، يعني تطرق في أنتي ديورينج، في ضد ديورينج، تطرق إلى ذلك، تطرق إلى العلوم الطبيعية وإلى تطورها، كان فعلا دقيق جدا في اطلاعه على العلوم. يعني كان ملما بنظرية داروين، كان ملما مثلا بالكيمياء وتطوراتها، كان مثلا جدول دور العناصر، مثلا قانون حفظ الطاقة وما شابه، ومثلا التطورات التي حصلت في البيولوجيا وفي الكيمياء، البايو كيمستري، الكيمياء الحيوية والكيمياء العضوية مثلا، وكيف تنشأ المواد العضوية من المواد غير العضوية. كان ملما تماما مثلا اكتشاف الأنسجة والخلايا، اكتشاف الخلايا وآليات عمل الخلايا، هذه كلها كان هو مطلا عليها وعلى تطورها. وكما قلت أيضا قانون حفظ الطاقة، وقانون و عمل مندلييف اللي هو الجدول دوري العناصر وما شابه ذلك. فبدأ يعمل قراءة لهذه التطورات العلمية، قراءات مادية جدلية، والمادية الجدلية تحتاج لكي تظل حية، تحتاج في الواقع إلى أن تستوعب العلوم، وبالذات العلوم الطبيعية تحتاج إلى أن تواكب العلوم الطبيعية إذا أرادت أن تظل حية. يعني وإلا تصبح مجرد مبادئ تجريدية ليس لها علاقة بالواقع. حتى يكون لها علاقة بالحضارة وبالواقع، لابد أن تواكب تطور العلوم وأن تستوعب ماديا جدليا هذه التطورات الهائلة. وقد قام بهذه المهمة إنجلز بطريقة متميزة بلا شك، لأنه في الواقع طبعا هو أهم كتاب له في هذا المجال هو كتاب جدل الطبيعة، الذي لم يصدر في أثناء حياته، ولكن صدر لاحقا ولم يكتمل، هو غير مكتمل. ولكن في الواقع هو يناقش الرياضيات والفيزياء والكيمياء بقراءات مادية جدلية، يعني يبين التناقضات في داخل العلوم، يبين الجدل دايلكتيك في داخل هذه العلوم، يبين تطورها لنحو مزيد من العيانية ومزيد من التوحيد ومزيد من تخطي الجدران المطلقة بين المفهومات، وأيضا التأكيد على الحركية، الحركية في كل شيء، في إصدار المفهومات، في طبيعة المفهومات، في الطبيعة. يعني بيّن إنه كيف يحكم الجدل حتى الطبيعة، عبر بيانه كيف يحكم العلوم والفكر العلمي في علوم الطبيعة تحديدا. هذا كتاب فذ في الواقع، ومع أنه هوجم لاحقا انجلز لتأكيده على مفهوم جدل الطبيعة. طبعا مفهوم جدل الطبيعة كان لدى هيجل، هيجل أكد على مفهوم جدل الطبيعة، وكما قلنا انجلز كان هيجليا إلى حد كبير وظل هيجليا. وفي الواقع هذا يعني استمرار لعمل هيجل، واستمرار للمادية الجدلية لماركس، فكان استمرارا. وقام بهذه المهمة على خير وجه، لأنه استطاع في الواقع أن يستوعب هذه التطورات التي كان ملما بدقة فيها، فاستطاع أن يستوعبها ماديا جدليا. ولذلك هذا النص، كتاب جدل الطبيعة، يعد نموذجا
ونحن يجب أن نسعى إلى أن نكمل هذه المسيرة. يعني هو أعطانا هذا النموذج، ونحن علينا أن نواكب تطور العلم. أنا هذا حاولت أن أفعله منذ ثمانينيات القرن العشرين، وأنا أحاول في الواقع أن أحذو حذو أنجلز، ولكن بطريقة مختلفة بسبب التطورات النظرية، بطريقة مختلفة قليلا، ولكن حذوت حذو أنجلز في استيعاب التطورات العلمية الحديثة ماديا جدليا. فهذا كتاب مهم جدا لأنجلز. الآن أنجلز على الصعيد العملي عام 1889 شعر أنجلز وشعر آخرون في الحركة الاشتراكية بضرورة إحياء مفهوم الأممية. تغيرت الأوضاع في أوروبا، نمت الحركات الاشتراكية بشكل كبير جدا غير مسبوق، وخصوصا في ألمانيا وروسيا انبثقت الحركة الاشتراكية الروسية حركة مهمة وسريعة التطور. وطبعا في ألمانيا تطورت كثيرا بعد ما كانت مقموعة الحركة الاشتراكية من بيزمارك، بدأت في نهاية القرن التاسع عشر تتطور من جديد، بدأت في الواقع روح جديدة تحل فيها، وبدأ يتوسع أثر الاشتراكيين الألمان اللي هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ما زال موجودا. بدأ في الواقع وكان ماركسيا في ذلك الوقت، وبدأ هذا الحزب ينتشر، وأخذوا يتوقعونه أن يحرز انتصارات كبيرة في الانتخابات وأن يحصل على ملايين الأصوات. فإذا يعني وجد أنه يعني حس أنجلز وآخرون أنه بضرورة إحياء مفهوم الأممية، ولذلك دشنوا عام 1889 الأممية الثانية، Second International، والذي ترأسه أنجلز حتى وفاته عام 1895. وطبعا كان منخرطا في هذا في بادئ الأمر مفكرين كبار في أوروبا في ضمن الأممية الثانية. كان هناك كارل كاوتسكي في بألمانيا، ومن جهة أخرى بلخانوف الروسي، وطبعا آخرون فيرا زازولخ وغيرها. فهو الذي أطلق شعلة الأممية الثانية، وطبعا هو كان المرجع الرئيسي للأممية الثانية، ولكن توفي عام 1895 فاستلم يعني بدء. لكن طبعا الأممية الثانية شقت طريقها، وسنتكلم عن الأممية الثانية لاحقا لأنه كانت مهمة جدا. يعني حتى الآن نعاني من تبعات الصراعات التي وقعت في الأممية الثانية في الواقع. يعني هي تحتاج إلى مزيد من الكلام والتدقيق في الأممية الثانية، ولكن أستطيع أن أقول إنه اللي سيطر على الأممية الثانية حركتان، الحركة الروسية والحركة الألمانية، وسنتطرق إلى ذلك في محاضرات قادمة. فإلى اللقاء.